السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال ويسعد مساكم أينما كنتم. النهاردة إن شاء الله جاي لكم بوصفة جميلة جدا، يعتبر وصفة بلدية للناس اللي هي عايزة تحمل والناس اللي هي عندها كسل في المبايض، الناس اللي حجم البويضة عندها صغير، الناس اللي ما عندهاش تنظيف الهرمونات أو تنظيف الدورة الشهرية. الوصفة إن شاء الله بتعمل على تسريع عملية الحمل أو التنشيط الكامل عشان يستقبل البويضة بكل سهولة الحمل. ولكن عزيزي المشاهد، لو أول مرة بتزور القناة، فضلا منك وليس أمرا قم بالضغط والاشتراك وتفعيل علامة الجرس ليصلك كل جديد، لايك وشير للفيديو إذا عجبك. الوصفة دي هتتعمل بمقادير ومعايير معينة، فانتبهوا لكل كلمة أنا هخرجها من لساني. كل اللي احنا محتاجينه 3 تمرات وحب الرشاد أو السفق أو الحبة الحمراء، تمام؟ تمام. 3 تمرات دول هنفتحهم وهنزيل النوى منهم، بس ما تخليش فتحتك ليهم كبيرة عشان نقدر ان احنا بعد كده نحشيهم بكل سهولة بالشكل ده كده، تمام. اهو نقفلها تاني وهنفتح التانية كده. خلي بالك افتحها بحكمة ان انت توربيها. عايزين نزيل التمرية، نقفلها تاني كده اتقفلت بكل سهولة، والتالتة كمان ان شاء الله بنفس الحركة. في الوصفة طرف المعلقة، طرف المعلقة شايفين كام، انت واحدة حاجات كده نونو، هندخلها جوه التمرية ونقفل عليها. طبعا حبة الرشاد صعب ان احنا نسيطر عليها، حاجات ناعمة صغيرة، كمان الرخامة نضيفة، في كل حاجة هنا نضيفة. طرف المعلقة وهنحشي بيها ونقفل عليها كده اهو تاني، وكذلك في التالتة طرف المعلقة، تمام. تمام. عايزين نص كوباية مية، تمام، وعايزين كسرونة صغيرة كده نحط فيها التمر بتاعنا بالشكل ده اهو، وهنضيف ليها المية وهنسيبها على النار نص كوباية مية على التلاتة. لما المية تتشارب خالص، بعد ما المية نشفت عليه وبيكون بالشكل ده، بيكون بالشكل ده تمام اهو، مستوية وجميلة جدا جدا، صحية ولذيذة. ده الـ3 تمرات، بسم الله اهو. طريقة العمل سهلة جدا جدا، او طريقة الاستخدام. اول يوم الدورة بتاخدي واحدة، تاني يوم الدورة بتاخدي واحدة، تالت يوم الدورة بتاخدي واحدة، بس بتفضلي نقعاها يعني، او انت سايباها كده من بالليل للصبح، يعني ما بتاكلهاش في وقت ما تتعمل. يعني هتعمليها على بيات، واول يوم الدورة هتاخدي واحدة، تاني يوم الدورة هتاخدي واحدة، تالت يوم الدورة هتاخدي واحدة، وبس بس كده. هتعمل لك بقى على تنشيط المبايض، على تكبير حجم البيض عشان تستقبل الرحم الحمل بكل سهولة، هتنظم لك الهرمونات. وصفة بإذن الله، بإذن الله مجربة، وصفة جميلة. راعوا اللي أنا قلته بالمعايير بالمقادير بالتوقيت اللي هتتاخد فيه، ويا رب يطعم كل مشتاق. ودايما كرروها وركزوا، اللهم لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ولا تقنطوا من رحمة ربنا. ربنا إن شاء الله هيرزقكم وهيطعمكم، ويا رب يرزق كل مشتاق. وصفة بسيطة وسهلة، يا رب تنال إعجابكم. لو بيعجبكم وصفتي بشكل عام ما تنسوش باللايك والشير والسبسكرايب. تابعين الكرام، دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.